ما شاء الله. وش تقول يا مدير جروبنا؟ اقول يا طول العمر هذا الجراد ما شاء الله. اذا نطبخ حي ها حي الله الله ما شاء الله كبار ما شاء الله طيبات طيبات بنقرمشها ان شاء الله الليله. لا. كيف تقرمشها؟ ورنا الطريقه يعني باذن الله بوريكم الطريقه لا لا شوف 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 ابوريك يعني اذا في اذا تمسك الجراده لا اله الا الله كذا طال عمرك اسلم اسلم شفت ورجليها هذه رجليها هذه نعم تنتفها نعم عشان تضبط معك نعم ها وقول بسم الله لا لا بسم الله رهيب ما شاء الله ده حي شوف كيف مثل البنزين على 50 يلا 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 البيت شوف وشوله ها شوف تلقي راد على 50 يلا شيله ها تلقي راد لا 50 انا بيع ب 70 واعطيه ب 50 والله انا بيع ب 50 ايه اسمع انا احرجها قدامه يا اخوي حرام والله انا بس